وللحديث عن التطورات اليمنية ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب الصحفي اليمني محمد الأحمدي. سيد محمد، مرحبا بكم. إذن فشلت مباحثات جنيف بعد طول انتظار، ما هو السبب برأيكم سيد محمد؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة انهيار مشاورات جنيف ثلاثة بعد انتظار ثلاثة أيام لوفد الحكومة الذي حضر في الوقت والزمان والمكان المحدد إلى جنيف، ورغبة في التخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة والوصول إلى حل سلمي ينهي هذه الحرب وهذه المأساة. لكن كما هو معروف، ميليشيا الحوثيين منذ أول مشاورات كانت تتهرب وتضع العراقيل وتحاول جاهدة وضع اشتراطات أحيانا غير منطقية وغير موضوعية وشروط تعجيزية في بعض الحالات، وهي في ذلك تستهتر في الحقيقة بجهود المبعوث الأممي، سواء المبعوث الأممي الحالي أو حتى المبعوثين السابقين الذين اشتغلوا في هذه المهمة في اليمن. السبب في الحقيقة هو سياسة التدليل التي ألفتها ميليشيات الحوثيين الانقلابية في اليمن من قبل بعض الأطراف الدولية لحسابات إما تتعلق برغبة بعض الفاعلين الدوليين استمرار الصراع الدامي في اليمن من أجل صفقات التسليح وما أشبه ذلك، أو لابتزاز دول الخليج العربي باعتبار أنها أصبحت غارقة في الملف اليمني. للأسف الشديد أيضا إخفاقات التحالف العربي نفسه، الحكومة الشرعية في المناطق المحررة تستخدمه هذه الميليشيا، تحاول الاستناد على هذه الإخفاقات كدليل أمام المجتمع الدولي لعدم الرغبة في الدخول في تسوية تنهي سيطرتها على مناطق التي لا تزال تحت قبضتها وهي مناطق الكثافة السكانية. هناك في الحقيقة استهتار واضح من طرف ميليشيا الحوثيين بالجهود الدولية الرامية إلى إنهاء المأساة اليمنية وإحلال السلام. طيب. هناك نعم. طرف واحد فقط يبحث عن السلام هو الحكومة الشرعية الممثلة الشرعي للشعب اليمني. على ذكر الحكومة الشرعية، يعني الرئيس هادي يقول إن التجربة السياسية الإيرانية لن تفرض على اليمن، ما المقصود بذلك سيد محمد؟ من الواضح أنه يقصد ميليشيا الحوثيين ومشروعها الطائفي وولاية الفقيه التي تحاول نقل هذا المشروع أو هذا النظام إلى اليمن، وبالتالي هذا المشروع لا يمكن القبول. باليمنيون اليوم يخوضون نضالا إنسانيا عظيما ومشرفا ونبيلا لإسقاط هذا المشروع الكهنوتي الذي لا يمكن أن يقبل به اليمنيون. لا يمكن إلا أن يكون هناك يمنا واحدا موحدا تسوده قيم المساواة والعدالة، وليس هناك كيان عنصري سلالي يحاول قمع الناس والتسلط عليهم بدعوى أنه يعني لديه مميزات سلالية معينة. هذه مفاهيم متخلفة لا يمكن القبول بها، وبالتالي الرئيس هادي ربما كان يشير أيضا إلى أن الميليشيا الحوثية هي وهي استبقت مشاورات جنيف الثالثة بإرسال وفد إلى زعيم حزب الله في لبنان من أجل استلام التعليمات المطلوبة، وبالتالي يعني هذا جزء أو مؤشر أو دليل آخر إضافي على مدى ارتهان هذه الميليشيا الانقلابية إلى إيران وارتهانها للقرار الإيراني، وهي مجرد ذراع أو أداة لإيران في المنطقة وتحاول الإبقاء على سلطتها القمعية في المناطق أو ما تبقى من سيطرتها في المناطق اليمنية. لكن اليمنيين بالتأكيد ماضون في إنهاء سيطرة هذه الميليشيا، ليس أمامهم خيار آخر. هذه الميليشيا عازفة تماما عن السلام أو عن أي حل ينهي هذا الصراع الدامي، وهي التي فرضت هذه الحرب على اليمنيين، واليمنيون لم يكن أمامهم سوى خيار الدفاع المشروع عن النفس في وصولا إلى استعادة دولتهم المغتصبة من طرف هذه الميليشيا الدموية الطائفية الإيرانية. طيب سيد محمد، على ذكر الصراع الدامي كما وصفته أنت، نتحدث فيما يخص الميدان اليمني أو الميدان اليمني. فشل مباحثات جنيف، هل سينعكس هذا الفشل على الواقع في الميدان، على عملية الصراع الميداني في الحدود اليمنية تحديدا؟
بالتأكيد الميليشيا الحوثية وهي تخسر يعني فرصة أخرى لانخراطها في عملية السلام تؤكد على أن الخيار النضال اليمني بدعم الأشقاء في التحالف العربي لتحرير ما تبقى من سيطرة الميليشيا الحوثية على بعض الجغرافيا اليمنية أنه هو الخيار الصحيح والوحيد. هناك الآن تصعيد في العمليات العسكرية للجيش الوطني في الحديدة وفي صعدة، وهناك مناطق تسقط أيضا بأيدي قوات الجيش الوطني، والميليشيا الحوثية تخسر يوما بعد آخر في هذه المعركة. ولولا أن التكتيكات التي اتبعتها يعني مستغلة رغبة المجتمع الدولي في إنهاء الصراع والهدنة التي أعلنت أكثر من مرة من أجل تشجيعها على الانخراط في المشاورات والعملية السياسية، أن اليمنيين كان قد أنهوا مشروع الانقلاب منذ وقت مبكر واستعادوا دولتهم، ويعني لم يكونوا بحاجة إلى إطالة أمد الصراع إلى هذا المستوى إلا للأسف الشديد بسبب سياسة التدليل أيضا كما أشرت في بداية الحديث لبعض القوى والأطراف الدولية التي تحاول الإبقاء على ميليشيا الحوثيين ك يعني شوكة في حلق اليمنيين وفي يعني أيضا شوكة في خاصرة الخليج في يعني في المنطقة. الكاتب الصحفي اليمني محمد الأحمدي، شكرا جزيلا لكم.